كتاب الامتحان 2020 فيزياء الترم الثاني، الفصل الدراسي الثاني 2020، اللي مصوره واحد اسمه محمود عبد الجواد، وتقريبا لسه نازل من قريب. الشخص ده او محمود عبد الجواد ده هو اللي صوره. هو متصور من اول صفحة معاك لحد اخر صفحة، لحد اخر صفحة في الكتاب مصور كله. بالنسبة للتحميل هتدوس على اللينك اللي تحت الفيديو ده، هياخدك على الصفحة دي بتاعت ميديا فاير، هتدوس هنا بس داونلود، هيبدأ يحمل معاك من غير أي مشاكل.